احنا معانا دلوقتي على التليفون صاحب القضيه ممكن بس بتاع السله كابتن سيف. كان المفروض يبقى معانا سيف النهارده بس طبعا نظرا يعني ظروف صحيه بتمر بيها زوجتك الف سلامه عليها والف الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا جماعه كلكم، وبرحب بالرجاله اللي عندك وكابتن هاني، واهلا وسهلا يا سيف، منورنا في البيت الكبير، وبنقول لك الف الف مبروك. وخلاص القضيه ممكن خلاص بقت على مستوى السله كمان، وقفشه قفشه كره السله. سيف يعني شعورك ايه بعد المباراه، وشعورك كمان الخاص انك جبت باسكت صعب جدا في وقت صعب جدا؟ والله هو يعني هو بعد الماتش الموضوع كان يعني انا اصلا ما قدرتش احتفل مع الناس من كتر الضغوطات اللي كانت علينا في الفتره اللي فاتت. شعور يعني هو دي من اصعب البطولات تقريبا اللي الواحد لعبها يعني. فعلا من استثنائيه فعلا، مفيش حد مش لاقيين اي حد يلعب، فكان شعورها مختلف بصراحه يعني. كنت متوقع ان الماتش يتأجل يا كابتن؟ والله احنا لغايه اول ماتش لغايه الساعه 6 احنا مش عارفين الماتش هيتأجل ولا لا. كل شويه يقولوا لنا الساعه 5 لعيبه، طيب 3 لعيبه، طيب لغايه ففي الاخر الساعه 6:30 تقريبا احنا بدأنا نجهز. كل الناس كانت متوقعه ان الماتش يتأجل يعني، حتى الماتش الثاني بعد ما الصغيرين عرفنا ان في 7 في الاتحاد قلنا ممكن يتأجل، بس لعبنا يعني، والحمد لله يعني ربنا كرمنا كرم كبير يعني. لا كنت رجاله وكنت قدها، وبطوله فعلا بطوله صعبه، بطوله صعبه بالنسبه للظروف اللي مريتوا بيها قبل المباراه والمباراه اللي قبليها، ومن خلال كمان الاصابات. يعني عايزك تكلمنا ان شاء الله كمان، احنا دايما بنبص للمستقبل، والنادي الاهلي دايما بيبص احنا كسبنا بطوله هنقفل الصفحه ونبص للبطوله اللي بعدها. كابتن سيف، طموحاتك الفتره اللي جايه ومعانا ابطالنا ونجومنا الكبار كمان، طموحات على مستوى ان شاء الله 2021؟ والله واحنا السنه دي يعني زي ما قلت ده بطوله استثنائيه، وده كمان يعني انا شايفه بصراحه. انا لعبت بقالي 8 سنين او 9 سنين بلعب درجه اولى غير السنتين اللي كنت مصاب فيهم، فده يعني ده بصراحه ده موسم استثنائي، انا شايفه موسم استثنائي من كل حاجه يعني. صحيح. الفرقه نفسها مختلفه، الفرقه عايزه تكسب يعني. احنا يمكن فرحتنا زياده شويه في البطوله دي لان احنا عايزين نكسب الاربعه يعني، احنا عايزين نكسب الاربعه، فدي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا مع الفرقه الجديده طبعا، وصعبه كمان. فيعني دي كانت اول خطوه يعني، انا دايما بقول كده دي يعني اول خطوه، ولسه فاضل 3 ان شاء الله يعني. كنت مع فكره برضو ان يعني كنت متوقع ان ماتش يوم السبت ده يتاجل يوم ال 26، ولو يعني اكيد انت ما كنتش متوقع حاجه زي كده، بس بترجع الاسباب لايه يا كابتن سيف؟ يعني ما حدش عارف بترجع الاسباب لايه، بس هي الدنيا متبهدله يعني، في لعيبه كتير كورونا، انا ما اعرفش بصراحه القرار جه على اساس ايه، بس يعني في لعيبه كتير كورونا يعني، الدنيا متبهدله عندنا في الرياضه وفي مصر كلها. بس انتوا كفريق جاهزين صح؟ طبعا احنا جاهزين. طيب احنا والاتحاد كمان والاتحاد كمان جاهز يعني، احنا لعب الاتحاد يعني، في فعلا زي ما سيف بيقول ان في حالات كتير في فرق تانية، لكن احنا لعب الاتحاد، والاتحاد الحمد لله ما فيهوش حالات، واحنا العدد هنا وهنا مكتمل. هي الفكره علامه الاستفهام. ممكن يكون في تاجيل، لكن مسبب يعني ممكن يقول لك تاجلت المباراه لاسباب 1 2 3 يعني، الاسباب مش موجوده. فدوت يعني كمان نفس السؤال اللي أبطلنا، كنت تتمنى المباراة دي تتلعب، لأن احنا في قمة يعني حتى على المستوى المعنوي كسبانين بطولة واقفين على رجلينا، كنت تتمنى المباراة تتلعب في ميعادها يوم السبت؟ والله هو بص هو احنا جاهزين في أي وقت يعني حتى لو المباراة كانت اتلعبت يوم 8 احنا كنا هنبقى جاهزين، المباراة 26 احنا برضو جاهزين وبنجهز لها من دلوقتي يعني، حتى كابتن أشرف لسه مكلمنا النهاردة إن احنا دي بطولة مهمة، حتى لو ماتش دي بطولة مهمة، فاحنا جاهزين يعني في أي وقت هيتلعب احنا هنبقى جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن، وألف ألف مبروك، كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن